مالك؟ لا مفيش حاجة، منوع وفاحة وفاحة بقى. بس هو وش منوع يعني ماسكة الإيد دي بالنسبة لي قد إيه؟ حياة ربنا يعني أبقى ماسك 10 صوابع بتوع واحدة ست كده، يعني أنت عارفة بقى ممسكتش إيد أمي اللي ماتت وهي صغيرة، وعلاقتي بإيد تيتا إفيان أو بنيات ألف مبروك ألف ما مش عارفة متلخبطة بصراحة حياة ربنا. أنا شايف الخجل والكسوف بتاع البنات في وشك. أوعي يا منوع أنت في إيد أمينة. ها رؤوف افتح لي السوستة. إيه؟ حاضر يا منوع. انت بس فك السوستة ليه منوع دلوقتي؟ يلا اخلص. حاضر يا منوع. حاضر. بس انت بصراحة ماشي شف... يعني انا كنت عامل حساب موضوع السوستة ده في اخر خالص. انت معلش معلش هيحصل. ايه يا منوع ربنا يسوي مش قصدي. يا رؤوف شككني. يا منوع الضربة دي انت وجعتيني قلبي بجد يا منوع. ايه ده؟ معلش معايا في التوتر، هي ليلة كلها توتر، بس هتفك هتفك بأمر الله. بقى ميه كده هجيلك عشان فتح السوستة ده ليه سور. ها؟ ماشي. نوتي بيتك يا منوع. نوتي بيتك. ايه ده؟ يا اسود. يا ليلة زي الزفت. يا ليلة زي الزفت. دام يا حيوان تعال هنا قدامي. تعال هنا يا متخلف. ادخل. اترزع هنا. حاضر تيتا. ستوب ستوب. طلع اللي معاك. ايه ايه حضرتك؟ طلع اللي معاك. غيره هات. حاضر تيتا. كمان. وربنا ما معايا تاني، وربنا ما فيه، هم دول بس، وربنا ما معايا. ايه الادوية دي كلها؟ انت عيان ولا حاجة؟ لا تيتا مش مسألة عيان يعني، بس حضرتك دي وسائل مساعدة للفترات الحرجة يعني. مين اللي اداها لك؟ موان، موان صاحب تيتا الطويل اللي كان واقف جنبي في الفرع ده، هو ووك بكرة. أنا هسألك شوية أسئلة، وعايزاك تجاوبني بكل صراحة، فاهم؟ دلوقتي يا تيتا جاوبك على أسئلة دلوقتي؟ أيوه. ومنار مستناني جوه يا تيتا. تتفلق منار. أوكي. واضح ان مالكش اي تجارب قبل الجواز. يا تيتا تجارب ايه يا تيتا؟ يعني اعتقد انه عيب يا تيتا واحنا عايشين في كافونيا. لا طبعا ما عنديش تجارب. ما عنديش ايه حوار ده يا تيتا. طب سالت دكتور متخصص في ليله الزفاف؟ اه اسود. انا روح لدكتور واكلمه في الكلام ده يا تيتا. ايه حضرتك شايفاني مين يا تيتا؟ ما الملسوع عايز تخش لها ليه؟ ما هعمل ايه طب يا تيتا؟ ما حضرتك يعني دي ليه دخله لازم ادخل لها يا تيتا يعني. وبعدين خليها الله. بعدين في حاجة حضرتك ناسيها، أكيد ماما مش حمار. لا اتضح إنك أنت اللي حمار. شكرا. الأدوية دي كلها ممكن تنفعك الليلة، لكن على المدى الطويل هتجيب داخل. يا تيتا المدى طويل إيه يا تيتا؟ وأنا داخل كأس أم أفريقية؟ يعني احييني النهاردة وموتني بكرة والنبي يا تيتا. اسمعني بقى وما توجعش قلبي. الثقافة اللي من النوع ده مهمة جدا للشباب. وأنا بقى جايبة لك كتاب، لو قريته واستوعبته كويس مش هتحتاج لأي دواء. يعني تفتح حضرتك يعني اقرا الكتاب ده دلوقتي يا تيتا دلوقتي ومنور اللي متلقحة جوه دي. انت تخرس خالص. اخرس خالص. حاضر حاضر. طب ممكن سؤال؟ اخرس خالص. حاضر. واسمعني وركز معايا. حاضر. لكي تنجح نجاحا باهرا في ليلة الزفاف يجب ان تتبع القواعد الآتية. القاعدة الأولى إزالة الرهبة. بالنسبة لي ولا بالنسبة لمنوع؟ الله يخرب بيت. طب اعمل ايه؟ ما لازم اسال استفسر. ركز معايا. حاضر يا تيتا. حاضر يا منوع. فوق. حاضر يا تيتا اتفضلي. القاعدة الخامسة. يا تيتا قاعدة خامسة ايه بقى؟ حرام بقى. انا حفظت الاربع قواعد اللي قبلها، وبص حتى اللفظ قواعد، في ليلة دخلة فيها قواعد يا تيتا. احنا بنبني عمارة، بنبني خلصانة، ده كتير قوي. حضرتك ماسكاني مسجون بقالي فترة، ده انا داخل الجو. يا واد خد نفسك. عايزة مني حاجة حضرتك دلوقتي؟ لا مش عايزة حاجة. شاكين او عم مسيح؟ لا سيب الحاجات دي واعتمد على نفسك. طب اخد دي طيب؟ لا. طب خلاص اعتمد على نفسك. رهيبة رهيبة. بتقول يا واد؟ ما بقولش حاجة يا تيتا. ما بقول يا تيتا انت ضغط عليا قوي. طب خلاص 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 بطل عياط. خد ده ذاكره كويس قوي. اكيد بكره ان شاء الله هاتيلي اطلس فوق عشان اقعد اذاكر فيه. انا وعروستي. ركز يا واد ركز ركز. هو المهم التركيز ان شاء الله. يلا 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 وريني عرض كتافك. طب حاضر. شاكين قوي. يا مروه
اخسى عليكي، ضيعت عليا فرصة ان انا افك لك السوستة. بس بصراحة انت 100 100، شلتي من عليا همك حاجات كتير قوي قوي قوي. كان في شوية اسئلة محوراني كده يعني، ممكن بصراحة ولا تتضايقي؟ لا. فاكرة زمان ما كان بيجي كده في الافلام حتت يعني اللي هي بتاعت الكبار فقط دي، كنت بتعملي ايه؟ كنت بدور وشي على طول. سبحان الله، نفس الرياكشن بتاعي. في سؤال بقى وما نوم عايش نتجرأ شوية بقى، يعني ان شاء الله هقولهولك. بس انتي هو يعني قبل جواز مناه ما كانش ليك اي علاقات؟ يعني مثلا حد اتعرف عليك قبل في الشغل، اهلك قدموا لك واحد عادي يعني، ما تقفشتيش في شقه ما فيهوش ايه ده؟ سبحان الله سبحان الله، ريحتي قلبي. عايز اقول لك يا مناه، انت في اللحظه دي مش هقدر اقول لك عيلتي في نظري قد ايه وحياه ربنا، كنت قلقان منك مرعوب مرعوب. طلعتي بنت شريفه ما حدش دسك على طرف. انت كمان يا حبيبي محترم قوي، عشان كده انا بموت فيك. طب بذمتك بقى مناي، صح يعني ان احنا بعد الاحترام الفظيع اللي في حياتنا دوت وحافظنا على شرفنا ومية مية نيجي النهارده نضيعها كده؟ لا طبعا. تصبح على خير يا مناي. انت من اهلي يا حبيبي.